لا 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 لا، ولا تقلق خالص يا مهدي بيه، أكيد المدام مش متورطة في حاجة، هي بس حظها جه كده، كلها تحقيقات وأمور شكلية وهتخلص. أوكي يا سيادة اللواء، سواء خلصت بعد ساعة، بعد سنة، مثل ما وعدت، تولين مسؤوليتك، راح استلمها منك إيد بإيد. وأنا عندي وعد. تعقيد أمن دولة يا ناشا. تشربي إيه؟ لا أنا نازلة على طول، ورايا مشوار مصابين الكنيسة، قلت أعد عليكي قبلها. طب جاية ليه لما أنت نازلة على طول؟ مش فاهماكي. وحشتيني، فيها حاجة؟ خليتها معاكي. إيه ده؟ أكيد هوصل لحاجة يا ليلى. أنا مش هسيب أي حد ليه علاقة بالموضوع إلا وهسجله. يا روبا أنا خايفة عليكي. كل سيدي من دول زي ما فاكراه يقربك من الحقيقه، هو في نفس الوقت يقربك من الخطر. عندك حل تاني؟ انت شايفه ان ده حل يعني؟ طب هيوصلك لحاجه؟ يمكن اه ويمكن لا يا ليلى، بس مش عاوزه اجي يوم واقف قدام رضا يقول لي عملتي ايه عشاني، يكون عندي حاجه ما عملتهاش. سوري يا ليلى، ما قلتلكيش ميرسي على المقال. ميرسي على المقال؟ هو رضا ده كان اخوك لوحدك ولا ايه؟ كان اعرفه قبل ما اعرفك يا بنت. ربنا يخليكي لينا يا رب. انت عارفه ان النهارده عيد ميلاده؟ وعلشان كده قصدت انشره في الميعاد ده، والسنه الجايه ان شاء الله هيبقى معانا ونحتفل بيه وما نكتبش عنه تاني يا ستي. ان شاء الله يا رب. مش هتشربيني حاجه؟ انت مجنونه يا بنتي؟ مش لسه سألاكي وقلتي لا؟ غيرت رايي. لو سمعت صوت اي حد جاي على هنا تبقى طف المدعوقه دي، ما تجيبليش الكلام. حاضر، ما تخافش. امسك شويه تلج وحته قماش، ظبط وشك عشان النيابه. نيابه؟ وانت بتصدق؟ وايه اللي مخليك متاكد كده انهم مش عايزينك في النيابه؟ بيدوك الامل عشان يرجعوا ياخدوه منك تاني تيأس اسود النهار وتعترف باللي هم عايزينه. ده حكايتك ايه بالظبط؟ مش مهم تعرف. معلش يا اشرف يا ابني، تعبك معايا، ما انت وجمال اخوات. يا عم رجاوي الكلام ده، انا وجمال اكتر من الاخوات كمان، في ايه؟ ما عنديش حد غيرك دلوقتي يا ابني، بعد ما اصحاب عمري فاتوني. يا الناس اوام صدقوا اللي بيتقال. ده جمال ده متربى على ايديهم، ما كانتش سنين اللي عشناها سوا، ولا عيش وملح اللي كلناه. خي يا رجاله خي. معلش يا حاج، ما تعرفش ظروف الناس ايه؟ عندك حق يا ابني، كل واحد دلوقتي بيقول حق نفسي. بس طمني، الجرايد كتبت عن الحادثه ومحدش جاب سيره جمال، لا حس ولا خبر. وبعدين الاستدعاء اللي جاني من النيابه ده كمان انا مش فاهم معناه ايه. هو لسه ما فيش تصريحات طلعت لا من امن الدوله ولا النيابه، والاستدعاء اللي جه لحضرتك ده حاجه عاديه جدا. انا هلغي كل القواضي اللي عندي واجي احضر مع حضرتك ان شاء الله، ولو اني عارف بتوع امن الدوله دول ممكن يغلسوا ويخلوني ما احضرش مع حضرتك. لا يا ابني، ما تعطلش شغلك انت. بس انا حاسس، طمني، الجرايد اللي ما كتبتش دي خير ولا ايه؟ والله حاج دول بالكتير قوي لحد دلوقتي. يعني الفضايح هتبدا من بكره. لا حول ولا قوه الا بالله، جيب العواقب سليم يا رب. معلش يا حاج، ايه ده؟ اكيد جمال ملوش دعوه بالقصه دي. على العموم انا قدمت طلب للدفاع عنه وجبت صوره من التحقيقات اللي تمت لغايه دلوقتي، وان شاء الله خير. خير يا ابني، ان شاء الله خير. و
وعلي ما اتصرفش ليه؟ هو مش صاحبه برضه؟ ده حتى ما جانيش ولا اتكلمني في التليفون. وعلي تلاقيه مسافر ولا حاجه، ولا ما يعرفش اصلا القصه. المهم طمني، سليم عامل ايه؟ كويس يا ابني الحمد لله. انا سايب اسماء عنده وهروح دلوقتي علشان اجيبه على طول. شاهل النبي يا اسطى الله يخليك. لا يا حاج خليك، انا هروح اجيبه. طب يا ابني كتر خيرك. يا ابونا اللي راحوا دول مش بس ولاد الكنيسه، دول مصريين دمهم غالي علينا كلنا، ونيابتك لازم تساعدني. يا بنتي صدقيني انا مقدر كلامك جدا، لكن الامن اخد كل سيديهات كاميرات المراقبه اللي سجلت الحادث، اللي بره واللي جوه. طب ما فيش تسجيلات غيرها؟ او ممكن حد من الموجودين صور بموبايله مثلا؟ يا ابونا لو قادرين يوصل للحقيقه وما ساعدناش بعض على كده، هيبقى دمهم في رقبه كل واحد فينا. شوفي يا بنتي انا مستشعر سيد نيتك، والفلاشه دي يا بنتي عليها تسجيل صوره واحد من ولادنا من داخل القاعه لحظه الانفجار طبعا، ودي كل اللي عندي. وسيد المسيح بيقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهه للرب، ولو نيتك اظهار الحقيقه فعلا يبقى الرب هيساعدك، اما لو نيتك حاجه تانيه تذكري دماء الشهداء. لإظهار الحقيقة يا أبونا، تأكد من كده. يبقى الرب هيباركك. اللي حصل ده حصل لي يا علي. تفتكر ده سؤال أجاوبك عليه يا كمان؟ خلاص يا سيدي. اختار السؤال اللي يعجبك وجاوبني أنت عليه لوحدك. بطريقته هو، وأنت فاهم بيربيك. أبو العزم مش بيربيني. أبو العزم عايز يخلص مني خالص مش كده. مش للدرجة دي. أمال لأني درجة علي؟ لأني درجة؟ هترد بيسجلوا لنا؟ مأمن الوضع، ما تقلقش. خلاص رد عليا يا علي. طريقة تفكيرك وكلامك معاه هما اللي ادوا له الفرصة إن ده يحصل. وده ما كانش المفروض يحصل. أنا اتبعت علي وأنت عارف كده كويس. أنت غيرت الخطة من ورانا يا جمال. أنا ما غيرتهاش. أنا لغيتها خالص وأنت اللي رجعتها تاني علي مش أنا. ما كانش ينفع تتلغي يا جمال، ما كانش ينفع. أنت ناسي إحنا بنشتغل إيه؟ يبقى خلاص. يبقى أنا هنا في المكان الغلط. أبو العزم بيحطني كبش في ده لحاجة تانية يا علي. تانية إيه وكبش في ده لمين؟ هو أنت جاي تسألني النهاردة ولا جاي عشان تديني إجابات؟ إهدى. إهدى وفهمني إيه اللي حصل ليلة القبض عليك. مش إهدى. أنا لازم أعرف أنا هنا ليه ولحد إمتى يا علي. رد عليا. أبو العزم بيحطني كبش في ده لمين؟ يا جمال أقسم لك بالله لو عندي إجابة واحدة عن أي سؤال ما كنتش حاسبك في الحيرة دي صدقني. يا أخي ده أنت عيني اللي بشوف بيها ما ترد عليا. الناس اللي بتحقق دي ناويين معايا على ايه؟ ايه اللي تحت ايديهم؟ صورتي ازاي بتشوفها بره؟ الناس بتقول ايه؟ ابويا يا ابني، ما ترد عليا يا اخي، واحنا اصحاب على الفاضي ولا ايه؟ حاضر يا جمال، حاضر. بس اهدى واحكي لي. قبل ما احكي لك اي حاجه، انا عايز اعرف تولين فين دلوقتي؟ تولين في الاسم. تتعرض على النيابه وبيتجدد لها. تولين لازم ترجع. وترجع لقلقها مش للمهدي يا علي، انت فاهم؟ حاضر. بس اهدى واحكي لي. Limon, çok korkuyorum ben. Gerçekten senin için çok endişeleniyorum. Bu adam deli. Bana yaklaşan herkesi mahvediyor. Keşke daha fazlasını yapsan. Yapma. Benim ailemi görmeme izin vermiyor biliyor musun? Ailemi görmemi istemiyor. Ben gerçekten boğuluyorum artık. Tulin, bu kebusu unutacaksın. Sen olmadan ben hiçbir şey unutamam ki. Bir ressamın eli nasıl böyle güçlü olabilir? Resim emek ister. Latte içer misin? Ben yaparım. Yok yok. Sen otur. Ben yaparım. Limon bu ne? Yukarı çık.
sakın. Hayır, hayır, çok korkuyorum lütfen. Seni alacaklar, benim için geldiler. Kurkuma, kurkuma. فاكرهم جايين لها طلعوا جايين عشان انا. انا كنت اقدر اخلص عليهم وانت عارف كده كويس، بس خفت عليها. حاجة غريبة فعلا. حاجة غريبة ايه؟ وانت جاي تستغرب؟ مين اللي عارف مكان البيت غيرك انت وهم يا علي؟ انت اكيد كنت متراقب. وجود البيت دي عندك سهل واوعك والقبض عليك. قصدك ان المهدي اللي ورا كل ده؟ معرفش. متعرفش؟ طب انا هقول لك. ابو العزم بيبيعني عشان خاطر المهدي. أنا ولا المهدي يا علي؟ المهدي ده ولا حاجة، ده حتة سمسار قد كده وأنا أقدر أفرمه تحت الأرض وأنت عارف كده كويس. مين المهم بالنسبة لكم، أنا ولا هو؟ أنت طبعًا يا جمال. مش بالكلام يا علي. طبعًا مش بالكلام، وهتشوف أنا هعمل إيه. قبل ما تعمل أي حاجة تقولي لازم ترجع لأهلها وفهم صاحبك إن مش أنا اللي عاملني كبش فداء يأمن بيه نفسه، أنت فاهم؟ معناها انك انت مأمن نفسك يا جمال، علشان كده تقدر تنهيه. انهي بايه بقى وازاي؟ باي حاجه نمسكها عليه. نمسك ايه؟ اللي زيه زيك في ايده حاجه يمسكها على ابو العزم تفتكر؟ اللي قول لي صحيح، هو انا ابويا عامل ايه؟ كويس مش كده؟ سين، هل لاحظت أي سلوك أو تصرف غريب طرأ على المتهم في الفترة الأخيرة؟ غريب إزاي يعني؟ لا، ما أنت اللي هتقول لنا يا أستاذ رجاء. يعني كان بيقابل ناس استغربت علاقته بيهم، كانت بتجيله تليفونات غامضة مثلا. اللي بتتكلم عنه ده يبقى ابني. آه، لكن راجل يعني معقول أسأله أنت بتكلم مين ولا بتقابل مين؟ إزاي يعني؟ من كلامه معك في الفترة الأخيرة ما لاحظتش عليه أي تغيير في شخصيته؟ لا ما لاحظتش. جمال اترفد ليه من الشرطة؟ رفد؟ جمال ابني ما اترفدش من الشرطة، هو قدم استقالته لأنه ما حبش يشارك في حاجة فيها غلط. طب ليه حضرتك ما تقولش إنه شارك في حاجات غلط فاترفد؟ لا ما حصلش، ابني عمره بيكذب عليا. وبعدين علي نفسه قال لي الكلام ده. علي زميله؟ أيوه. يعني حضرتك كنت شاكك في الكلام اللي جمال قاله لك فحبيت تتأكد من علي؟ علي وجمال زي الإخوات يا ابني. وبعدين علي قال لي الكلام ده لأنه هو كمان قدم استقالته مع جمال وفتحوا شركة السياحة سوا. أنا لا يمكن أشك في ابني أبدا. أستاذ رجاء، جمال اترفض بقرار من المجلس الأعلى للشرطة بتاريخ 12 أكتوبر 2007، وده بسبب استخدامه لعمة المفرط مع أحد المتهمين أثناء استجوابه، وللأسف مات على ايدين جمال. ايه يا ابني الكلام ده؟ ده لا يمكن ابدا، انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ يظهر يا استاذ رجائي انك كنت عايش مع حد ما تعرفوش. ما تعرفوش يعني ايه يا ابني؟ انتوا ليه مصرين ان انتوا تظلموه كل شويه؟ سلوكه العنيف ده سبق واستخدمه معك؟ معينة؟ هيضرب ابوه يعني؟ ابوه ما اظنش، بس ممكن مراته. يا فندم انا عايز اوضح لسعادتك نقطه. من امتى احنا بنوضح او بنتناقش في المكالمات؟ انا بكلمك المكالمه دي استثنائي لان عارف انت ايه، وعارف كويس انك هتسمع الكلام. اللي بتعمله خطر وانت عارف نهايته كويس. مفهوم، مفهوم سعادتك. صوت جمال الجبالي واضح وهو يتلقى الاوامر ويوافق عليها. المكالمه واضحه وصريحه لدرجه مش محتاجه اي تعليق. Thank you.
جمال من يوم ما عرفته عن طريق علي وهو غامض، وده كان بيضايق قوي اللي كان متجوزها دي. عمرها ما فهمت ان غموضه ده احلى حاجه فيه. الست ما تحبش الراجل يبقى عامل زي الكتاب المفتوح، عكس الراجل يحب يبقى شايف كل حاجه في الست. انما الست ما تحبش تعرف خبايا الراجل واسراره، تحب كل يوم كده تكتشف حاجه جديده فيه، تشوفه كل يوم بشكل مختلف كانها بتتعرف عليه لاول مره، زي جمال كده. ما حدش قالك انك عايز تتعالجي؟ لا بس قالوا لي انك ما بتفهمش. طب ده حلو، ده حلو قوي عشان تشوفني مختلف كل شويه. بس انا عارفك بتزهقي بسرعه. لا يا حبيبي انا عارفه كده عنك من زمان. طب خدي. مش عايز. الله مالك فيكي ايه؟ هتعمل ايه لجمال يا اشرف؟ جمال مين؟ الغامض ولا المكشوف؟ والله انا غلطانه، انا جاي اتكلم مع واحد حيوان زيك. تعالي بس تعالي اقعدي بس. مالك فيكي ايه؟ جمال هيبقى زي الفل، انا ماسك قضيته. وبعدين ما تمثليش، مفيش حد فيكم كلكم قلبه على جمال قدي. مالك بجد فيكي ايه؟ كل مره باجي لك هنا ببقى فاكره اني جايه لواحد بني ادم هيفهم. بتلاقي حمار مش كده؟ وانا مش عايز ابين لك ان انا فاهم كل حاجه، لا تقلقي. فاهم ايه بقى ان شاء الله؟ فاهم انك بتحبي جمال، وعلي ده بالنسبه لك زي الجزمه والشنطه والعربيه، الحاجات اللي بتجيبيها وتزهقي منها بسرعه. انت بتقارن جمال بعلي؟ خالص، انا بقول لك اللي جواكي. انا ماشيه. ماشيه فين بس؟ استني، ما صدقت ان انت جيتي. وبعدين خلاص يا ستي مش هقارن جمال بعلي. امشي يا علي، امشي. علي وحش، علي كخ. خلاص بقى، في ايه؟ اوعى يا بت. خلاص في ايه وقلت؟ اوعى بقى يا بت خلاص. لا اوعى. انا لو اعرف الحكايه كده كنت خلصت وقتي ورجعتها بلدها. ملحوقه يا بوب. بس ايه اللي وقع جمال باشا وقع زي كده؟ مش مقامه الحكايه دي، فيها عين ومتزقه. يعني يعني حد قايل عليهم وقعوا فيها، ما تجيش الا كده. عيبان. اهم حاجه زي ما فهمتك البيت تخرج باسرع وقت لحد ما ده يحصل، تخفيها عن عيون الجن. البسها طاقية الاخفة، ولو اني يعني كنت اتربطت من لساني معاها. في ايه؟ طلبت تطل على جمال باشا وانا قلت لها انه امان يعني. امان؟ امان ايه يا بوبو؟ هو انا جايب لك خواجايه بقول لك تفسحها؟ البنت دي لو تشم خبر انها لسه في مصر هتتنفخ وانت قبل منها. تتنفخ؟ اصلي على النبي علي بيه، اعتبرها في حجر امها خلاص. البنت دي حكايتها مشبكه، 100 عين بتدور عليها. ابو العزم من ناحيه وجوزها من ناحيه، وانا مدي جمال كلمه وموصيني انت اللي تخلص. امان يا باشا، سافرت خلاص. ماشي، أول ما تجهز قول لي. ماشي بالإذن. اسمع، مش هنتقابل تاني ها؟ تليفونات بس بالطريقة اللي أنت عارفها. تمام يا علي بيه. كده يا باشا، ايه لازمته السسبنس ده؟ علي كان عايز منك يا بابا. انت مش زوم العدم المؤاخذه؟ اساله يا باشا. كان عايزك عشان تولين، مش كده؟ تولين مين؟ وبعدين بقى في ليلتك دي تولين اللي انت مخبيها يا بابا، وكان عايزك تسفرها له وهي لابسه طاقيه اللخفه، صح؟ الله 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 الله، احنا متشلحين بقى يا باشا. طب انا شربت شاي ولا قهوه؟ القهوة دي هشربها على روحك يا روح امك لو فضلت مكمل في الحوار ده. يا باشا اهدى كده وقول لي طلباتك، رسيني على الحوار. انسى المشوار ده يا بوبو، عشان لو تم هيزعلك وهيزعل الناس منك. قول يا بوبو، نفسك تبقى مع كبار
ولا انت وقعت تحت الارض؟ زعلك وحش قوي يا باشا، مع الكبار طبعا. انت هتعملي ايه دلوقتي؟ مش عارف، يمكن اروح المحطه ويمكن اكسر محطه. انا صحيح قولي لي، هي البنت الليله دي انظمه؟ وانت مالك بيها؟ عايز صاحب ذوقك زباله يا شيخ. زي ما بقول لك من ورا قلبك. ربا انا اسفه يا شوف، لان انا جايلك في وقت زي ده ومن غير ميعاد. لا لا خالص خالص. طب اتفضلي. واضح انك مش قولها. لا خالص، دي زبونة عندي في المكتب، في مشكلة كده. في حاجة انت؟ لا لا خالص، بعدين هبقى اجي لك في وقت تاني. عن اذنك. ربا ربا، مش بقول لك ذوقك زبالة؟ ايوه. ما قولك فيما هو منسوب اليك من اتخاذ شركة السياحة المملوكة ليكوا بالشراكة مع الغير كستار للتردد على عدة دول وعقد صفقات سلاح؟ الشركة مش ستارة لأي حاجة، كلها كانت سفريات شغل وكنا بنتفق على تسويق برامج سياحية، أما تجارة السلاح أنا ماليش علاقة بيها. لكن البيان الوارد من غرفة السياحة بيقول إن الشركة ما كانش ليها أي نشاط من وقت تشغيلها، لا بالتسفير خارج البلاد ولا بإحضار أفواج سياحية للبلاد. والله ده طبيعي، إحنا لسه في بداية النشاط، وأي شركة جديدة أكيد ما بيجيلهاش شغل على طول. وما قولك فيما هو منسوب إليك من تلقيك معلومات ضرورية بالتنفيذ وتفجير الكنيسة قبل الحادث بساعات؟ أنا مش عارف سعادتك بيجيب الكلام ده منين. من مكالمة الصوت اللي اتسجلت لك وانت بيتم تكليفك بالموضوع. مكالمة صوت؟ أنهي مكالمة صوت؟ اللي اتقالك فيها احنا من امتى بنناقش شغلنا في التليفونات؟ هسمعها لك. من امتى احنا بنوضح أو بنتناقش في المكالمات؟ أنا بكلمك المكالمة دي استثنائي لأن عارف أنت إيه، وعارف كويس إنك هتسمع الكلام. اللي بتعمله خطر وأنت عارف نهايته كويس. مفهوم؟ مفهوم سعادتك؟ افتكرت ولا هتقول لي دي متفبركة؟ لا خالص افتكرت، وده صوتي فعلا، وفاكر كل كلمة اتقالت فيه كمان. بس سعادتك ممكن نسمعها تاني، هتلاقي إن هي مالهاش أي علاقة بالحادثة. بتهيألي كانت في مشكلة في الشركة. كده وسعادتك عايز تفهمها كده. بذمتك هتسمح لحد ان يوجه لك اوامر بالاسلوب الحاد ده بخصوص الشركه اللي انت مالكها؟ هنعمل ايه بقى في العشاء؟ راجل كبير قد والدي وخيره غرقني طول عمره. مين الراجل ده؟ نبيل بتنوني. مين؟ اسمه نبيل بتنوني، عايش بين مصر وايطاليا. قول سعادتك يا باشا، لو حد عايز ينفذ عمليه زي دي اكيد عنده مليون طريقه، مستحيل تكون مكالمه تليفون واحده منهم. مش كده ولا ايه؟ انا كده بتحصر يا اشرف وبتفرج على نفسي. ايه ده يا جمال؟ اهدى. ايه مكالمة الصوت دي كمان؟ وسألك عنها؟ سألني عنها؟ وانت تعرف ما قلتليش؟ انا ما رضيتش اضايقك يا جمال، وبعدين مش حقه يتكلم فيها اصلا، مسربة. ايوه جت منين؟ زهقت امبارح في برنامج ليلى برضه. ها؟ وفي غيرها؟ انا كل ما عديت طولت هنا كل ما يحكموا قبضتهم عليا. بتفكر في ايه؟ اديني تليفونك. الرقم ده بتاع واحد اسمه جبريل، احفظ اسمه كويس مش هسجله لك، كلمه وطمنه عليا وقول له لازم اشوفه هنا الزياره الجايه. ايوه يعني ده هيعمل لك ايه؟ هيعمل كتير قوي. منصور الكوخي ده معارض ليبي ضد القذافي، لاجئ سياسي هنا في مصر هو ومراته وبناته وجوازه، بس اللي انا سمعت ان هم سافروا لندن وهو عايش لوحده هنا في مصر. طب سكر، ده انت مذاكر اهو. المنهج كله عندي. طب خد بقى اللي بره المنهج، ورقة اللجوء السياسي اللي كانت حاميه اترمت في الدرج، وبعد ما كان عايش معزز مكرم بقى مقبوض عليه، مطلوب ان هو يتسلم القذافي خلال 24 ساعة. من الاخر كده النظام هو اللي باعه هيقبض ثمنه من هناك. عادي مش جديدة. المطلوب بقى مننا يا سيدي ان احنا الراجل ده نرجعه لاهله في لندن بأسرع وقت، لا من شاف ولا من داري. عملية زي دي ملهاش الا جبريل ستايل. وانا كنت مستني الكلمة دي. عارف لما كنت شفتها كنت اعرف انه راح من ايدينا. يا بوبو مالك فيه؟ بوبو
تبص الحركه زي دي كده وافكر، يا ترى ممكن تحصل معايا في يوم من الايام؟ انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. انا وانت هو يا جمال اصحاب وحبايب وعشنا الموت سوا اكتر ما عشنا مع اهالينا، بس انت جمال الجبالي كنت ظابط قد الدنيا وظهرك لسه مسنود. انا فتحي بوب مسجل سيطره وفرض نفوذ. اه ظهري مسنود برضه ما قلناش حاجه، بس ممكن في اي وقت ظهر ده يتقطم وتسلم، مش كده صاحبي؟ كده فعلا. بص يا بوبو، انا من ساعه ما عرفتك وانت جدع معايا عشان كده مش هضحك عليك. كل جواك ده ممكن يبقى صح ويحصل لك اكتر منه كمان. بدل ما يتقطم وسطك وتتسلم، تتمسح خالص، تتدفن تحت الارض. وارد، ومش لوحدك على فكره، وارد يحصل لنا شخصيا. بس يا بوبو اللي عايزك تتاكد منه حاجه واحده بس، ممكن اي حد في الدنيا يعملها معاك الا انا بوبو. ايوه يا جميل جبريل، اعمل بس اللي بقولك عليه يا اشرف. ماشي. ازيك يا ليلى؟ عايز ندهلك بأني اسم؟ مش مهم الأسامي. صح. إذا كانت حياتي كلها ما كانتش مهمة بالنسبة لك. ليلى مش وقت الكلام ده دلوقتي. ولا في أي وقت تاني. صدقيني أنا بريء، ما عملتش كده. تفتكر إن ده يفرق معايا؟ على الأقل تكوني عرفتي الحقيقة. الحقيقة. اللي هو ده هنا ودلوقتي صح؟ أنا مستعد، ما عنديش مشاكل. لأني خلاص. ما عنديش حاجة تاني أخبيها عليك. خسارة. مش عليك أنت. خسارة عليا أنا. أنت ما بتعرفش بسبب الجرى لي إيه. وأنت ما بتعرفيش بسبب الجرى لي إيه. ما كانش ينفع تدخلي حياتي، بس غصب عني ما قدرتش أمنعك. يا ريتك منعتني. بلاش تاخديني بذنب اللي جنبنا زمان. بلاش تبقى أنت وهم عليا. أنا عارف أنت ممكن تفصلي وتسمعيني. وعارف أنت لو سمعتيني ممكن تصدقي كلامي. كنت فاكره اني اكتر واحده ساذجه في الدنيا، طلع في غيري. وتصور اني هسمعه، لا وايه؟ هصدقه كمان. ليلى شش، احنا ما نعرفش بعض عشان نسمع منك اي كلمه. انتهى. حضرتك تفتكر المكالمه دي متفبركه فعلا؟ ممكن. ليه لا؟ امال حضرتك ذكرتها في التحقيق ليه؟ انا مش هاخدها دليل ادانه يا عماد. كل الحكايه اني بهز اعصابه علشان لما نكمل بعد شوية أعرف أخد منه اللي أنا عايزه. صاحبة الكارت ده واقفة بره يا فندم. خليها تتفضل بسرعة. دلوقتي بقى هنعرف إن كانت متفبركة ولا لأ. روق بقى. ما تخليش أبوك يشوفك كده. أبويا. مالناش حاجة. مسيا ناجي. تحت عمرك انت صراحة. شكلك معروف قوي هنا. هنا بس؟ يا بنتي انا صايع قديم. انا مفيش مكان فيك يا زمالك الا لما رحته مليون مرة. يا بنتي انا كنت بقابل الزمالك بتاعتي هنا. ودلوقتي؟ لا دلوقتي خلاص. هما مكانين بكتير البره. تعرف بقى انا ما بجيش الاماكن دي كتير، بحس ان انا مش على طبيعتي فيها وبستغرب قوي.
طب ولسه حاسه انك ان شاء الله طبيعتك حتى واحنا مع بعض؟ لا يعني تستغربي لو قلت لك ان انا ما بقتش بخرج مع حد غيرك؟ حتى واحنا مش مع بعض ببقى معاكي برضه. ازاي يعني؟ طول الوقت انت اللي في بالي، مفيش حاجه تانية في دماغي. روبا، هو انت مرتبطه بجد ولا لا؟ طب ولو قلت لك ان ده انسب وقت ان احنا نعرف فيه لبعض ما تستغربيش. في اوقات صعبه بتعدي على الواحد، بيبقى محتاج فيه البني ادم اللي بيحبه بجد عشان يعدي معاه الصعب ده. اشرف بص، انت الشخص الوحيد اللي انا ارتحت له بعد رضا اخويا، وبتكلم معاه وبحكي له كل مشاكلي، بس انا اكيد مش الشخص اللي يناسبني، وكمان عارفه ان انت بتقولي كده بس عشان تخفف عني. مفيش حد بيقرب من حد شفقه ورحمه خالص. انا محتاج لك، ومحتاج لك اكتر ما انت متخيله كمان. ربما في اوقات بنلاقي حياتنا دخلها بني ادم من غير اي ترتيب. بني ادم ده بيعمل حاجتين، بيخلينا نفكر ازاي كنا عايشين من قبله، ويخلينا نعرف ان مستحيل نعيش بعديه. لازم يبقى معانا. وانتي الانسانه دي يا ربا. جمال الجبالي مش مجرد ضابط امن دوله سابق. جمال الجبالي مش مجرد ارهابي هارب. الجبالي بكل ما يقال ويشاع حواليه هو انعكاس لنظام بيرسخ للبلطجه والارهاب، ولا نستبعد ان يكون النظام نفسه ربما هو اللي بيحميه. ايه يا منى الكلام الفاضي ده؟ نظام ايه اللي بيحميه وشغل التشليح؟ شوية عزبجية احنا هنا ولا ايه؟ لا لا يا منى، ده انت بنت وهبة خليف، ما خدتيش حاجة خالص من بابا. أنا آسفة يا أمي، بجد أنا آسفة. أنت بتتأسفي لنا؟ بتوع البرامج والجرايد يعملوا لنا شخشيخة في إيديهم، هيعجبك العك دوت؟ هو إيه في الشيخة المهزلة دي؟ تمام. بس اعملي حسابك أنا ماليش دعوة بالكلام دوت، احنا لا بنمنع مقالة ولا بنقفل برنامج، ده شغلكم ببعض. مفهوم طبعا يا أمي. الو، ايوه يا عشري، اوقف حالا حلقه الهانم بتاعتك وقولها انها متحوله للتحقيق. ايوه ليلى المحبوب، ما انا عارفه انها عصفت الهوا يا عشري. اسمع الكلام حالا يا اما انت كمان هتحول للتحقيق. انا اسفه يا انكل، انا هشوف شغلي معاها. بس بالراحه عليهم يا نبيه منون. ها بس لا بتبقى زي القمر، بس وهي قافله بقها. شخص اسمه جمال الجبالي، يبدو اقوى من الاجهزه الامنيه نفسها. او بصراحه يا جماعه. طب يا استاذه استني بس، ماشيه ليه على طول؟ ماشيه ليه؟ البرنامج اتوقف واحنا على الهوا، يعني طريقه في منتهى قله الادب وتسالني ماشيه ليه؟ طب استني بس، ما ممكن يكون عطل فني. عطل فني ده ايه؟ شريف قال لي على كل حاجه، كان هانم تتصل توقف وتلغي، احنا شغالين في عزبه ابوها. مدام منى؟ ايوه مدام منى. او ممكن الاوامر جايه لها من فوق. عادي عادي. طب اجي مع حضرتك علشان ما تسوقيش في الحاله دي لوحدك. انا كويسه وليد، ما تخافش عليا، انا بس عايزه اغير هدومي واروح البيت. انا كويسه كويسه. بجد ميرسي يا اشرف، كنت محتاجه اتكلم مع حد ويسمعني. نسيت اني مستعد اسمعك في اي وقت، اذا كنت بسمع الموكلين بتوعي هاجي على اجمل موكله يعني وما اسمعهاش. بجد ميرسي. خلي بالك من نفسك. ما تقلقش علي. لازم اقلق. اظن يعني بقى حقي ان انا اتصل واطمن عليكي في اي وقت. اكيد. باي باي. ايه ده؟ انت مين يا صبغاني؟ ايه ده؟ انت مين؟ لحظة. ايه ده؟ على السلامة يا مدري. بوبو بو.
في ايه؟ يا روبا الحقني يا اشرف. مالك يا روبا في ايه؟ ده بيعمل معاك ايه ده؟ ايه ده؟ ده اتصادر خلاص. انا لازم اطلع لها دلوقتي حالا. اطلع فين يا جميل؟ انت ضيفي الليله دي يا عسل. هتوب. الله اركب. امشي. الله اركب. ممكن تهدي كده وتسمعيني؟ مش ههدى. جاي ليه؟ عايز مني ايه؟ ليلى انا جاي عشان اقول لك سامحيني على كل اللي حصل مني. هو انت عملت حاجه علشان انا سامحك؟ انت ما دخلتش حياتي ولا دمرتها علشان اسامحك؟ انت ما خدعتنيش ولا وهمتني بحاجه علشان تعتذر عليها؟ اللي لازم تسامح نفسها هي انا. انا اللي خدعت روحي وهمتها بالفرحه والسعاده. طمنتها في كل شك ناحيتك. انا اللي غبيه علشان كنت عايزه اصدق كلمك مش علشان انت هايل او عبقري. ليلى انت ولا حاجه. خلاص ارتحتي وقلتي كل اللي جواكي؟ مش هطلع بره. مش هطلع بره. لازم تسمعيني الاول. اسمع ايه؟ انت واحد انا ما اعرفوش. لا تعرفيني وعارفه كمان ان كل لحظه بينا ما كانتش كده، وعارفه ان كل ده كنت انا اللي معاكي مش حد تاني. انت مين؟ جمال الجبالي ولا احمد الطوخي ولا؟ قلت لك مش مهم الاسامي. انت بتصدق اللي بتقوله؟ مصدق اللي كان بينا، مصدق ان انت ما كانش ينفع تدخلي حياتي من الاول، بس غصب عني، غصب عني عشان حبيتك يا ليلى بجد. افتكري كده كل اللي كان بينا زمان. افتكري حب ليكي. كل ده كان كدب يا ليلى. امال تسامي اللي حصل ايه؟ هسميه غلطه مننا احنا الاثنين. غلطتك لوحدك. انت كمان غلطتي. تنسيتي ولا ايه؟ انا كم مره حذرتك من زيتون وانت ما سمعتيش كلامي؟ بعتي نفسك على حساب شغلك ورحتي له. زيتون اللي بتتكلم عنه ده كان جوزي. جوزك من ورا كل الناس. انت كنت مبسوطه باللي بيحصل ده؟ قدرتي تواجهي نفسك بيه؟ انا رحت لزيتون بسببك. بسببي انا؟ ليه بقى؟ وانا اللي اخترت بينك وبينه؟ انا اللي بعت نفسي واخترت شغلي على حسب كل الناس؟ انا اللي وهمت نفسي ان زيتون ده مصدر مهم لشغلي؟ مستغربه ليه؟ مش هو ده كلامك؟ ولسه بقول مصدر شغل وراجل مهم في البلد. انا كنت قادره اروح له واحافظ على شرفي واطلع من عنده بكرامتي وغصب عنه كمان. انما انت عملت ايه؟ عايزني افكرك؟ فكريني يا ليلى عملت لك ايه؟ انا عرفت كل حاجه يا جمال. عرفت مين كان سبب كل المصايب اللي كانت بتحصل في شغلي. عرفت ليه برنامجي كل مره كان يتوقف. عرفت مين كان بيكلمني ويهددني عشان ابطل كتابه. في الاول كنت فاكره ان زيتون بيعمل معايا كده. طلعت انت يا جمال. يا ليلى انا كنت خايف عليكي. كنت بحميكي من نفسك وطموحك اللي كان هيودوكي في داهيه. اللي عملته ده خلاني اروح عند زيتون عشان يحميني منك. شفت ازاي انت دمرت حياتي؟ خساره يا ليلى. بس تعالى نتكلم مع بعض بصراحه. لما انت شايفه ان انا اللي دمرت لك حياتك وكنت السبب في اللي انت فيه، ما دورتيش عليا ليه؟ هقولك انا ما دورتيش عليا ليه؟ عشان كنت بدور على حاجه تروحي له.
يا ليلى انت لو كنت عايزاني كنت هتلاقيني. اللي بيدور على حد بيلاقيه. بس انت كنت بتدور على نفسك. وبعتي نفسك ليه؟ ولما انا وحش قوي كده جايلي ليه؟ جايلك عشان تصدقيني. كل اللي بيجيلك عني كده. عايز اقولك ان الحقيقه محدش يعرفها. عارفه ليه؟ لان انا نفسي معرفهاش. بس كنت جايلك النهارده متخيل انت هتسمعيني وتصدقيني. يا ليلى يا ليلى كلنا بني ادمين، كلنا بنغلط وهنفضل نغلط، بس مش عيب ان احنا نسامح. بص يا متر، إن ما كنتش سمعت عن بوبو فده ميزة وعيب. العيب إنه جهل وعدم اطلاع منك، لكن الميزة إنك هتشوف بنفسك واللي يشوف غير اللي يسمع. أنت عارف عقوبة اللي بتعمله ده إيه يا بني آدم أنت؟ عقوبة؟ عقوبة مين يا عسل؟ القانون والعقوبات دي عندك أنت، تجيب بيها حق الغلابة اللي ملهاش دراع، لكن عندنا في قانون تاني ما يعرفوش اللي زيك. وانت بتعمل كده ليه؟ انا عايز افهم. قول لي جمال فين؟ جمال بخير. خلينا قبله. هو اللي كلمني. قول لي فين نمرته؟ تحت كمان. هي اخر واحده. مقفول. طب انا اعمل لك ايه؟ قول لي جمال فين؟ يا عم ما اعرفش بقول لك. انت اللي مولس عليه. انت مجنون؟ انا اخون جمال ازاي؟ اللي حصل عند لعبة ده حصل ازاي يا عم؟ ما اعرفش. شوف يا متر، انا سبق وقلت لك هطلع جمال واحطك مكانه، وادي جمال خرج وانا ما اعرفش فين اراضيه. يبقى سعادتك هتأنسني لحين ما جمال يظهر. اتفقنا؟ أشرف رد عليا وبعدين تليفونه اتقفل. أنا متأكدة إن هم عملوا فيه حاجة. مش عارفة أعمل إيه في كل اللي بيحصل لي ده. تعمليش حاجة. أنت هتبقي هنا لبكرة الصبح. وبعدين هنشوف هنتصرف إزاي. شكلك بتحبيه. مش عارفة. بس أنا قلقانة قوي علي. ليلى. أنا آسفة حبيبتي، أنا آسفة، أنا ما خدتش بالي، أنا دخلت وقعدت أتكلم عن نفسي. مالك؟ فيكي إيه؟ جمال كان هنا، أنا شفته. تصوري بعد كل اللي حصل جايك تبقى لايقة تاني؟ قلتي له إيه؟ طردته طبعًا. متأكدة إنك طردتيه؟ يا رب أدوية دي مش عليه. أنا اللي اتظلمت. ظلمت نفسي بإيدي. وإيه اللي مفرحك؟ ده بيورط نفسه أكتر. مش جمال، زي ما قدر يفلت من دي هيكمل وهيلاقي اللي بيدور عليه. ده إذا كان في حاجة يدور عليها أصلاً. إلا صحيح، عرفت إنه راح لفريال؟ فريال مين؟ هو في كام فريال؟ طلعته. راح لها فين؟ عند الكومي؟ ودخل وقعد مع ابنه. طلع لها ده كلمتين في جنبها وخرج ولا حد حس بيها. مش بقولك جمال ده مجنون ولا هتلاقوه. وبقول منى خليفة قال لي يا علي. انت رحت فين النهارده؟ رحت فين يعني ايه؟ العادي الشغل. وهو الشغل ده بقى بتقابل فيه ستات؟ ستات يعني ايه؟ بلاش تستهبل يا علي، انت فاكرني بغير عليك ولا ايه؟ انا ولا يفرق معايا، ثم انها مش حاجه اصلا عشان اقارن نفسي بيها. انت بتتكلمي عن مين؟ عن ليلى اللي قابلتها النهارده في الكافيه. اه لا
علشان الإزعاج. لا 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 لا، مش عايز أعرف خالص على فكرة. وبعدين قلت لك 100 مرة عايز تاكل كل تحت، ريحة الأكل في أوضة النوم بتقرفني. انضف بقى. جريه يا شوقي، يعني ايه ما لقيتوش حاجه؟ ما الحاجه راحت فين؟ سيادتك ده كان متوقع يا فندم، خصوصا بعد ما حست بقلق جوه الشركه عندها. ماشي، حست بقلق وقلبت الدنيا ودورت، الحاجه راحت فين يا فندم؟ اكيد هتظهر. هو يعني هتتخلص منها؟ عايز اجوبه مش عايز اسئله. تمام سعادتك، انا هضيق حلقه البحث حواليها واكيد هنوصل للي معاها. البنت ديت من ساعه اللي حصل لها هتركز اكتر من الاول وهتحرص. طبعا هي مرتبكه دلوقتي شويه، لكن هتتخلص من الحاجات اللي معاها. بقول لك ايه، ما تدوري ورا البنت المذيعه صاحبتها يا فندم. ليلى محجوب تعتبر دلوقتي هي الصديقه المقربه ليها، انا عرفت ده من خلال تقارير متابعه امن الدوله ليها. تعتبر يا فندم هي الوحيده دلوقتي اللي بتستقبلها، وساعات بيخرجوا مع بعض او بيتقابلوا في اماكن عامه. من امتى بيحصل الكلام ده؟ هم اصحاب من زمان يا فندم، بس بعد اللي حصل لاخوها رضا زاد ارتباطهم ببعض. رضا، الحكايه اللي بتتحركها بقى هي رضا، فاهمه ان هي هتقدر ترجعه او تاخد بطاره. غلبانه، عامله زي الفراشه اللي بتحوم حوالين النار، كل ما هتقرب منها هتاكلها. الو تولين جمال. جمال كيم؟ ريمون تولين. ريمون شم دي عرشي بليوز سنة اللي تجاك فاكتيم المادو لطفا افيد بني سين اصلا تنمو شو ما يستعد من ديج كريدون دمو الو تولين بحضني ببيتي وعم تتصل مره ثانيه لهون، والا قسما بالله ما حيضل منك شيء. انت عارف مشكلتك ايه يا مهدي؟ مشكلتك لسانك، وانا احللك المشكله دي قريب قوي. الحكاية دي مش مريحاني، في حاجة غلط. حضرتك تقصد إن في لعبة حصل؟ إحساسي بيقول كده، بس للأسف مفيش دليل يؤكد ده، وخصوصا بعد هروب المتهم جمال الجبالي واللي بيؤكد تورطه في الجريمة. لو جمال بريء هرب ليه؟ ولو مدانه في أطراف بتحاول تبرئه وهي اللي بوظت تقرير المباحث لصالحه برضه هرب ليه؟ يمكن حس ان مساعدته متأخرت؟ احتمال، احتمال، واحتمال ان هم ما فكروش يساعدوه الا لما حس ان هروبه ده في خطر عليهم. طيب حضرتك احنا ليه بنستبعد انه ممكن يكون بريء؟ ملف خدمته، طريقته، كلامه، كل دول بيقولوا انه متورط في حاجه. النوعيه دي من البشر يا عماد ما ينفعش تعيش على هامش الحياه. حالة الرأس على السلم ما تناسبهمش، دول اللي بيصارعوا وبيشتبكوا طول الوقت، دول بقى اللي بيحركوا الأحداث. طيب وكده إيه حضرتك؟ كده زي ما المستشار قال بالظبط، الحكاية اتقفلت، قدر يعمل اللي هو عايزه. ولا يهمك يا أستاذة، والله أنا كمان لا أسيبها لها مخدرة. لا يا وليد انا مش معاك في كده. هتمشي ليه يعني؟ عايز انا اشوف حضرتك ماشيه وانا اقعد علشان ينزلوني في برنامج طبيخ ولا موضه ولا شرابات. ما ينفعش يا استاذه، اللي حصل مع حضرتك لا يمكن يعدي كده، ولازم كل فريق العمل يقف مع حضرتك. وده حصل فعلا؟ الصراحه لا، انا لوحدي بس والباقيين راح يجيبوا فطار. يبقى تروح تفطر معاهم واعتبر الفتره اللي جايه اجازه، وفي اول فرصه هكلمك واجيبك معي. اتفقنا؟ اتفقنا يا استاذه. مين قال لك يا علي؟ بالعكس، ده رضا ده شاب كويس قوي وهيتكلم وهيقول كل اللي هو عارفه وكل اللي هو وصله. بص يا رضا، انا هقول لك كلمتين يا ابني، القضيه دي لا بتاعتك ولا بتاعتنا ولا تهمنا ولا تهمك في شيء.
القضية دي بتاعت ناس تانيين خالص، وانت بس كل الحكاية اللي دخلت مناخيرك فيها، واحنا جبناك هنا علشان نأدبك ونعلمك ونربي ونرجعك تاني. اعمل اللي انت عاوزه يا ابو العفو. عموما اطمن سعادتك، انا هكثف البحث عنها تاني في محيط علاقتها، وخصوصا مع الواد المحامي اللي ماشي معاه اليومين دول. لازم تتصرف بسرعه شوي، مش عايز اي مفاجآت. اطمن سعادتك، المفاجآت دي لعبتنا احنا. لعبتنا، بس في ناس كتير دخلت اللعبه وبتتصرف بغباوه، وده اللي مخوفني. ارجوك يا ليلى، اصلك ما شفتيش الموقف كان عامل ازاي. انا في حياتي ما تعرضتش لموقف عامل كده. لانك ببساطه عمرك ما سمحتي لنفسك انه يبقى ليك علاقه، تكتشف بعدين انه كان يعرف ناس قبلك ويحاول ينهي معاهم علشانك انت. ليلى انت بتبرري له. انا مش ببرر له، واضح من كلامك ان البني ادمه دي واحده مجنونه، وبعدين مواقف زي دي بتحصل كتير، ده اللي انا عايزاكي تفهميه. انا غلطانه اني سمحت لنفسي من الاول نعمل حاجه زي كده. فاكره لما قلت لك ان حياتي ما ينفعش اي حد يدخلها قبل ما رضا يرجع واطمن عليه؟ انا ساعتها كان عندي حق. مش فاهم ليه يعني؟ عشان كنت هلاقي عنده اللي يفهمني ويحس بيا. هو اللي عمله اشرف ده عادي وبيحصل دايما ما بين الناس، ولا هو استهتار ولعب بالمشاعر يا ليلى؟ بجد فاهميني، انا مش فاهمه حاجه. يا روبا طول الوقت الناس بتغفر، حاولي تاخدي الحياه ببساطه اكتر. هو ليه ما كانش واضح معايا من الاول؟ فاكره كلامك عن الكذب والغش والخداع اللي انت عشتيهم يا ليلى؟ فاكره كان مؤلم قد ايه؟ دي حاجه انا عايشاها كل دقيقه، مش محتاجه انك تفكريني بيها. كده مش عايزاكي تظلمي نفسك واشرف معاكي لما تقارنيه باللي حصل معايا. كلهم واحد يا ليلى، مفيش اي فرق. روبا اشرف بحبك، انا شفت ده في عيني ومصدقاه، زي ما شفتيه في عينين جمال وصدقتيه برضه، صح؟ انا اسفه، انا معرفش قلت كده ازاي، انا اسفه بجد. ما تتاسفيش على حاجه ليكي حق فيها. اللي حصل لك مع جمال ده مش معناه ان انت كنتي غلطانه في مشاعرك ناحيته ابدا، هو اللي ما كانش يستحقها يا ليلى. انا كمان اشرف ما كانش واضح معايا، ما اخبيش عليكي انا بدات احب واتعلق بيه كل مره اكتر من اللي قبليها، بس انتي بقى ما شفتيش شكله لما البني ادمه دي جت، ما كانش شكل اتنين بتجمعهم علاقه عاديه ابدا، في حاجه اكبر من كده انا متاكده. بعدين انتي ما شفتهاش كانت بتكلمه ازاي، دي كانت بتكلمه على انه حقها اللي مش ممكن تسيبه لاي حد. وبعدين يا ليلى انا مش مجنونه، انا شفتها قبل كده عنده في المكتب. طب ما تدي لنفسك فرصه وتسمعي هيقولك عنها ايه. انا خلاص ولا عاوز اسمع عنه حاجه ولا عنها. حاضر زي ما انت عايزه. هو انت هتمشي زعلانه؟ انت بتستعبطي يا بنت، مفيش ما بيننا زعل. انا عندي ميعاد مع السفير سالم. طب هتمشي كده من غير ما تسلمي عليا وتبصيني يعني؟ يلا طيب، باي حبيبتي. باي حبيبتي. اديني مبرر واحد لتصرفك بالطريقه دي يا سالم. عارف لو قلت لي ان الورق ده اتسرق منك هصدقك لانه كلام مقنع، لكن انك تسلمه بايدك الاوراق اللي توديك في 60 داهيه اهو ده اسمه جنان. يا سلام، واللي عملناه زمان ده كان ايه؟ عين العقل. دي مراجعه من النفس. سياده سفير بيراجع تاريخه، طبعا ده شيء عظيم ومن حقك، لكن لو كان التاريخ ده ملك ليك لوحدك مش كلنا مربوطين فيه. انا حر يا ابو العزم. لا ما انتش حر يا سالم. ما تزعقش، ما حدش يجبرني اعمل حاجه انا مش عايز اعملها، وكل اللي عملته زمان ده كان بارادتي، واللي هعمله دلوقتي برضه بارادتي. ممكن تستناني؟ انا مش هتاخر اكتر من نص ساعه. Thank you.
مش انت اللي هتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ الظاهر ان انت نسيت نفسك يا سالم ونسيت انا مين. اوعي ما تكونش تطلع بره. انت اللي هتطلع بره المره دي وارادتك زي ما انت عايز. ايه الصوت ده؟ في حد بره يا فندم. اطلع بسرعه شوف مين. بسرعه اتحرك بسرعه بسرعه. شفتي الجرايد كاتب ايه النهارده؟ شفت، بس اكيد بدير الكلب هو اللي سرب الخبر قبل ما يغور في ده. خلاص يا فريال، الفضيحة بقت بجلاجل. كل الناس عرفت اني اتسرقت، والاوسخ اني مش عارف اجيب حقي. حاجه كده زي اللي ماشي في وسط الناس قام واخد بالقلم على قفاه مره واحده. ما بقتش فاهم الناس بتتفرج عليا ولا بتتفرج على ضربني، صعبان عليهم ولا شمتانين فيا. معاش ولا كان يا بيه، ممكن تروق بليز؟ عرفت ان نور خرج؟ عرفت، في كذا واحد قال لي. بس اللي ما تعرفوش بقى ان هو عمال بيشتري في اراضي زي المسروع. هي حته ارض واحده دخل فيها زي لهبه الجاتونيله، خارج من السجن بيرمي فلوسه في القضايا والمشاكل. ازاي؟ مش قصدك على حته الارض بتاع الكورنيش المعادي اللي كانت بتاعت الشيخ احمد الوردان؟ الدوله حاجزه عليها واخدها منه مديونيات بنوك. لا هي هترجعها له ولا هو هيدفع. كلها بس العمليه تقدم شويه وهيلها في واحد من الكبار. علا هي اللي سجلت الأرض باسمها، وكل المشاكل اللي انت بتتكلم عليها دي خلصت في يوم وليلة. ازاي؟ زي الناس، نوح خارج يسلك نفسه صح. فريال، يكونش قصدك ان هو اللي ايه بيبي؟ اعقل، هي محفظة ضاعت في الضلمة هندور عليها في النور ولا ايه؟ امال قصدك ايه؟ فهميني، اتخنقت. قصدي ان نوح واللي زيه هما اللي على الحجر اليومين دول. والحق بقى صلح معايا، اكسبه بدل ما تعدي. اكسبه؟ انت ناسي ان هو كان هيبوس رجلك عشان تشاركه؟ ايوه، بس ازاي هيحط ايده في ايدي بعد اللي حصل؟ هفهمك. معلش معلش يا قلبير، نشكر الرب يا ابني على انها جت على قد كده. شفت عملوا فيا ايه يا ابويا؟ بس انا مش زعلان، انا كنت حاسس من الاول انهم يراقبوني. طب ازاي حصل لك كل ده وما تقوليش؟ اهو بقى ده اللي حصل، كنتش عايز اخوفك، بس انا اتاكدت ان انا ماشي صح واني قربت للحقيقه، وده اللي خوفهم وخلاهم يعملوا معايا كده. خلاص يا كبير، خلاص يا حبيبي، الحقيقه اللي كنا عايزين نعرفها عرفناها، انتهينا خلاص. يعني ايه يا ابويا؟ يعني يا ابني اللي بيدور على حقه في البلد دي ما بياخدوش، بيسيبه. عشان كده اللي بيحاول يدور على حقه بيعملوا معاك. كلامك ده زي مارلين بالظبط، كلامكم دوت بيقويهم هم ودافنا احنا. خلاص يا انا مش عايز حاجه يا قلبير، انت اللي فاضل لي في الدنيا بعد امك واخوك. انا يا ابني مش مستعد انك انت تروح مني. مين يا ابني اللي هيدفني وهيحضر القداس بتاعي؟ اهدى يا ابويا، ارجوك اهدى. طب اسمعني يا قلبير، ارجوك يا ابني، سافر لمراتك، امشي من هنا، ابعد عني واسيبك لوحدك. ايوه سيبني انا كده يا ابني، هبقى مطمن اكتر، ولو حصل لي حاجه الجيران هيبلغوه. بس ابعد عن هنا، ابعد عن النار اللي احنا عايشين فيها، ابعد يا قلبير ابعد. ايه ده؟ هذا الشر عليك. سعادتك، ده اتصال الاذاعه. هايل، قلت لي المبلغ هينزل في الحساب امتى؟ يعني 4 ايام عمل، الجمعة والسبت دول مش محسوبين، يعني على يوم الحد بكتير ان شاء الله. يعني قبل كده لو تشيك الحساب ما يظهروش خالص؟ لا يا علي بيه، التحويل مش هيكون لسه تم. اوكي، ميرسي. العفو يا فندم، شرفتنا. ما انا قلت لك يا كومي، دور في الناس القريبين منك وانت ما سمعتش كلامي. طب ما ترسيني يا جمال وتقول لي قصدك مين بالظبط. بدير ما اتكلمش، وفريال انا اتاكدت بنفسي ان ملهاش علاقه باي حاجه. وانت ايه اللي خلاك تفكر في فريال؟ كلامك بس. اسمع جمال،
في الريال دي انت واحدة تعرفها كويس جدا، طليقتك وام ابنك، واكيد طبعا عارف انها انسانة مش سهلة، وبالبلدي كده بيقولوا اللي يهون عليها ابنها يهون عليها اي حد. ولما انت عارف كل ده عن فريال، ازاي عايش معاها ومطمن لها؟ اسمع يا كومي، انا مش عايز اسمع رد، دي حياتك وانت حر فيها، بس اللي عايز اقوله لك دور ورا كل اللي حواليك، اكيد هتوصل لحاجه. انا بعمل كده فعلا. طيب كويس جمال، زيارتك دي طبعا مش عشان تديني نصيحه وتمشي، ولا انا غلطان؟ لا مش غلطان. نوح السباعي، انت شاركت نوح وهو جوه السجن، والحكايه اتفضحت وكل الجرايد كتبت عنها. حصل. وعشان الكومي يشارك واحد زي نوح والظروف اللي كان بيمر بيها، لازم يكون مطمن له ومالي ايده منه، واكيد عارف عنه كل حاجه، مش كده؟ طبعا. طب كويس، انا عايز اعرف بقى الملف ده كله، عايز اعرف تفاصيل عن نوح هو نفسه ما عرفهاش عن روحه. وماله؟ هقول لك كل اللي انت عايز تسمعه، ولو ان اللي هتسمعه مش جديد وكل اللي في السوق عارفينه. يبقى انت بقى ما فهمتنيش يا كومي. فاهمك يا جمال، فاهم قصدك كويس قوي. بلاش. وهقول لك على اللي مش ممكن تسمعه من اي حد في الدنيا غيري. ولا سامعك يا كومي. نوح السباعي واحد عارف حجمه كويس قوي قد ايه، وعارف كمان هو محسوب على مين. بذكائه الفطري قدر يعرف انه لو فضل في مكانه مش هيطلع لقدام ابدا، فطول الوقت عمال يفتح في سكك. انا كنت سكه منهم. حاول يشوف وصايا كتير عشان يشتغل معايا. بصراحه انا ما كانش فارق لي، لحد ما اكتشفت انه استار الناس مهمين جدا، بطريقه ما قدر يقنعهم انهم يستغلوه صح. ومين الناس دي؟ ابقى كداب لو قلت لك انا اعرفهم كلهم. مش لازم كلهم، اقول اللي تعرفه. اللي اعرفه منهم واحد اخطبوط علاقات، وهو همزه الوصل بين نوح وبيت الناس. واسمه الراجل ده؟ المهدي حسين. ايه ده؟ انت تعرفه ولا ايه؟ اعرفه. هو عايش فين دلوقتي؟ ملوش مكان معين، بيتنقل بين كذا بلد. ماشي يا كومي. ناوي تعمل ايه بعد كده يا جمال؟ ده بقى مش شغلك. ولحد ما ترد الجميل اللي عليك ليا، ترد على اللي عايز اعرفه بس. وبعد ما ارد اللي عليا؟ برضه هترد على اللي عايز اعرفه بس. يلا شهروا شويه. الله، فين بقيه الحاجات؟ ما جاتش ليه؟ هو مش لسه العزومه بالليل يا ام سحر؟ لازمتها ايه الصربعه دي بس؟ يعني راح اقول للمدام منى الكلمتين الساقعين اللي انت بتقولهم دول؟ لا، وعلى ايه؟ هنتصل بالسوبر ماركت دلوقتي ونستعجل. يلا. حاضر. ها، ايه الاخبار يا ام سحر؟ كله تمام يا حبيبتي، عايزاها اكتر من تمام. سعادتك، ده اللي تعودنا عليه مع سعاده السفير الله يرحمه، نسافر الخميس الصبح ونرجع السبت بالليل. بس انتوا رجعتوا لحد الصبح. حصلت مشكلة عندنا في البلد وكان لازم استنى. ابراهيم اللي شغال هنا برضه اضطر يتأخر؟ هو كلمني يا باشا، وقال انه عمال يكلم سعادة السفير وما بيردش عليه، وانا كمان كلمته كذا مرة وبرضه ما بيردش. طب روح انت. حاضر حاضر. اهلا اهلا وسهلا زبي. ازيك يا شريف؟ اللي سمعته ده حقيقي؟ فعلا جريمة قتل مقترنة بسرقة، واضح انها جريمة سطوة عادية. ولما هي جريمة سطوة عادية، هيسيبوا طقم اقلام عيار 24 مش هياخدوه؟ بتفكر في ايه يا زبي؟ يعني اهلا يا زبي، اي خدمة اقدر اقدمها لك؟ السفير بهجت سالم كان صديق، والخدمة اللي تقدر تقدمها لي انكم توصلوا للي عمل كده في اسرع وقت. طالما بتقول بقى صديقك، يبقى احنا محتاجين لك تساعدنا عشان نوصل للحقيقة في اقرب وقت، بس لما نستدعيك في تحقيق رسمي مش هنا. يوه، مش معقول لسه نايم لحد دلوقتي. هو مين؟ هيكون مين يعني؟ جمال، عايزه اكد عليها عزومه الليله دي. ما اظنش هيجي. ما يقدرش ما يجيش. يا سلام، وليه الثقه دي؟ طه بعتك تسرق الخزنه لانه بيعرف شو في عندي،
بيعرف انه في عندي مستندات ممكن تقضي عليه. انت وطه مربوطين ببعض عشان كده ما تقدرش تاذيه. هو اللي قال لك هيك؟ لا انا اللي عارف كده. انت ما بتعرف شيء، ما بتعرف حتى كيف توصل لي. لولا اللي عملته مع مسعود حج خلاني ساعدك توصل له. خليه ماشي وراك، اوعك يحس انك منتبه له. وحطيتك تحت عيوني. يعني انت ال راصد كل حركاتك، اجتماعاتك مع طه، ايميل حشاد، قلتولي بس خساره موعدكم اللي جاي ما راح يزبط. ما تخليش ثقتك بنفسك يا مهدي تنسيك انا مين وبعرف اعمل ايه كويس. كنت اوقات كثير انا بفكر بحالتك، بحس اني ظلمتك لما قربتك مني. كان لازم تضل عاملك مثلك مثل اي عنصر من عناصرنا. بس الحقيقه انت عجبتني، كنت ذكي، بتعرف تعمل شغلك منيح. لوقت ما بلشت تفكر وتسأل وترفض خطية إبليس الأولى يلي لحد هلا البشرية بتدفع ثمنها. لو بتسمي رفض إن أكمل في الغلط خطيئة، يبقى الإرهاب وتجارة السلاح ودفن النفايات إيه؟ أنت كمان عارف دفن النفايات؟ ما أنا بسأل كتير زي ما أنت بتقول، واللي بيسأل بيعرف يوصل. طيب واللي بيسأل لازم ياخد جواب. بزنس بزنس كله بزنس. زرع الشر والمرض للناس تحت الأرض بزنس، الحكم عليهم بالموت قبل ما يعيشوا بتسميه بزنس يا مهدي؟ للأرض وللناس اللي بتحكي عنهم إلهم قيمة. أراضي واسعة، ثلاث أرباعها صحاري، ناس بتموت بسبب وبدون سبب، من الفقر، من المرض، من الجوع، من التعذيب. بقى وين الغلط طالما هن الميتين ميتين؟ عشان انت واللي زيك عايزينهم كده. وانت ما كنت واحد منا؟ ما سألت حالك الجهاز اللي كنت شغال فيه بيصرف من وين؟ الأسلحة، العمليات، المعدات كلها مين بيدفع حقها؟ الأرض اللي عم تحكي عنها كانت بتنزرع، كانت سلة غذاء العالم كله. اليوم صارت التراب ما له قيمة، بس نحن عم نحول هالتراب لذهب، لرصيد مفتوح بنصرف منه على الأجهزة الأمنية. شر بيمول شر. أرض بتتزرع قمح عشان تطرح سرطان. أي شعوب وافقت على الذل من زمان وخرست، ما حدا طلب منك إنك تعمل محامي عنا. طول عمرك عايش تحت الأرض، مو مسموح أبدا تطلع فوقها. طول عمري كنت بسمع عنك ان انت عامل زي اللغم بتدمر اي حد، بس دلوقتي خلاص انتهيت وجيت تحت رجلي. لازم افضل دايس عليك لحد ما تخلص بدل ما تنفجر في وشي. زين مين العصر؟ ليلى، ليلى اشرف، الكلاب رموها من بير السلم. ايه؟ ازاي؟ اتكلمنا في التليفون، قالت لي ان في حد مراقبها وخايفه. رحت لقيتهم عاملين لي كمين. طب وهي حالتها ايه دلوقتي؟ الدكتور لسه خارج من عندها وطمني. مين اللي عمله كده؟ دي رساله واضحه يا اشرف وصريحه، عشان عدينا الخط الاحمر وقربنا فعملوا معانا كده. خط احمر لمين بالظبط؟ ثروت زيتون. ليلى راحت هددته بانها عرفت كل حاجه ليها علاقه بقتل النصر. معاك سجاير؟ وبعدين؟
رمضان السفرج انتحر في زنزانته زي ما بيقولوا، رغم اني متاكد انه اتقتل برضه. يعني هو اللي عمل فيكم كده؟ وهبت الكلب. معلش يا زين، كل حاجه هتتظبط ولمصلحتنا. ده التعويض الوحيد اللي ممكن نقبل بيه يا اشرف، غير كده نبقى اتكسرنا كلنا. ده عنوان الدكتورة حنان الجوهري اللي ليلى شافتها عند رضا، ورمضان السفراجي برضو قال لي عنها. تمام. ليلى جابت عنوانها من أمن الجريدة. أشرف، لازم تروح لها وتسمع كل اللي عندها. الحكاية ما بقتش اختفاء رضا لوحده. لو ما اتحركناش بأقصى سرعة يا أشرف هنختفي كلنا. ماشي. الحكاية دي يا علي باشا حكاية صعبة مش سهلة. ما تأخذنيش يعني محتاجة شوية وقت. ما تلفش وتدور علي يا سيدنا الشيخ. أنا سألت في المعامل بتاعتك من وراك، وعرفت إن الناس شغالة تمام. الكمية الأخرانية اللي جات لك قليلة، بس شغالين يا نور. بص يا باشا، البضاعة دي طالعة لأصحابنا في الجبل وسينا وتحت عينين الناس اللي فوق. ما تاخذنيش يعني المعلومه اللي عندي ان سعادتك في اجازه ومفتوحه كمان، صح؟ صح يا نوح. طيب سعادتك بقى ما ترضيش الاذيه، لما سامي زلط يعرف ان انا اديتك البضاعه دي. شوف يا نوح، انا هستلمهم منك بيع وشراء، والجهاز ملوش دعوه بالكلام ده كله. موزع يعني. بالظبط كده. ايوه بس سعادتك عارف ان انا طول عمري بني له بوزع، وما سبقليش ان انا غيرت الحكايه دي. غيرها يا نوح، غيرها، واللي هتطلبه هتاخده. ماشي علي باشا، ماشي. سيد جمال، تاخرت ليه؟ انا بعتذر بس جهاز نفسه كان معمل له باسورد كتير صعيب، وكل الفولدرز اللي جوه كمان. والمهندس قدر يفتحه؟ عشان هيك اتأخرت. شوف شوف شو رأيك؟ ده طال وير. ايه، وشخصيات عربية وأوروبية من المجر والروسية ومن بولندا، وحسابات بنكية وتحويلات لبنوك أوروبية وعربية. يبقى ده السيف بقى اللي حطه المهدي على رقبة الكل. شوف شوف الخرايط هون، هادي ما بنعرف لشو، وهون تدبر بسوريا. طب يعني ايه الكلام ده؟ هيدا بيعني انه إلهم علاقة بدفن النفايات. ده أكيد أكيد. عناوين ايميلز كتيرة بغيروها من وقت للتاني للأمان. القايمة دي اللي فيها كل الناس المتورطة في الشبكة. بس المشكلة انه مش محدد دور ونشاط كل شخص بهالشبكة. ولا يهمك، هذا كله اللي حنوصل له. إذا ربطنا بين التواريخ والمعلومات والعمولات كله بيصير هين. إن شاء الله. لا يا عم علي المير مين وبتاع مين؟ لا طبعًا ما اديتلوش حاجة. أنا كنت بس كده بجري في الكلام. أنت برضو على فكرة المفروض تعمل كده لو اتصل بيك أو حب يقابلك. يا عم الحكاية مش ناقصة شبهة. لا لا لا، ده جربان وبيعدي دلوقتي، ابعد عنه. طيب طيب سلام يا عم. الحمد لله على السلامة يا عزة العرايس. الله يسلمك يا حبيبي. ما خرجتش يعني؟ هخرج ليه بقى؟ المدام خرجت وراحت الموقع وقابلت المهندسين والاستشاريين والعمال واطمنت على كل حاجة، ومش بس كده، بعدي قعدت وشربت الشاي كمان. مش كده؟ هما قالوا لك؟ وحتى لو يا نوح يا حبيبي، ايه المشكلة ان انا اتابع شغلنا؟ ايه اللي يعصبك في حاجة زي دي؟ انا لسه ما اتعصبتش يا ست العرايس، لسه ما اتعصبتش. قلت ايه شري؟ لاني ممكن في ثانية افرقع في وشك. جرى يا نوح؟ هو برجاز وهيفرقع في وشي ولا ايه؟ ايه اللي يضايقك في حاجة زي دي؟ اللي يضايقني ان حريم نوح السباعي يخطو خطوة بره البيت من غير اذنه، بالذات لما تبقى الخطوة دي خاصة بشغله أو رأس ماله. الله، طب ما هو رأس مالي أنا كمان. لا لا لا، أنت فاهمة غلط، أنت حيالله ليكي حصة قد كده.
تهلك هي وارباعها لما نحكي تمشي. مزاجي انا. يعني ايه بمزاجك؟ انت ناسياني الفلوس فلوسي ولا ايه؟ اه بس احنا في بينا ورق بيقول ورق. ورق يا مهرات دي حاجه بينا وبين بعض حب يعني كلام كده بالراجل ومراته انما الناس الكبار اللي انا بشتغل معاهم ما يعرفوكيش. يعني ايه؟ يعني انا فهمتك من الاول وفهمتك صح. انت ست غاويه طنطيط ومنظره وفي اول لحظه فردتي قلوبك وروحتي تسالي ليه وازاي والناس اللي انا بشتغل معاهم بقى انا بيحبوا حد يقول لهم ليه ولا ازاي. باختصار يا ست الستات انتي واقفه عليها بالخساره. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا نور؟ الكلام ده وكلام اوحش منه هتسمعي لو رجلك وقفت هناك تاني. انا اهم حاجه عندي يا فريال السمع والطاعه. اسمع كلمة حاضر. حاضر يا نوح. خليها الشيخ نوح. الشيخ نوح أحلى. حاضر يا شيخ نوح. تولين نردسن اوكي شم دي تشكيرو. سيد نوير هاي الملفات انفتحت وجاهزه للاطلاع. كان لازم يموت كمان. ممكن كنا نجيبه حي بس حضرتك امرت. ما حدا بيتحدى طه نوير وبيفرض عليه شروط وبيضل عايش. مظبوط حضرتك. هاي المعلومات واضح انك كانت عم تشكل خطر. امتى الجنازه؟ وقت التمر حضرتك. سيد طه نوير خير. انا الرائد طارق شقره معي امر بالقبض عليك. اية تهمة؟ نائب ايميل حشاد قدم بلاغ ضدك. تاني يا منى تاني بتخونيني يا بنت الكلب. مع مين؟ مين ابو المره دي؟ ها؟ انطقي انطقي يا نمرة السكك يا واطية. ده يا علي انطقي. حرام عليك يا ابني مرتك حمل اللي بطنها هيموت. خليه يموت يا امه خليه يموت بس هي لازم تموت قبله. حرام عليك يا ولدي ده روح ماله الذنب. الذنب ذنب امه ده مش ولدي اللي بطنها مش ولدي زي اللي قبله يا امه. ده بتقول ايه يا علي بتقول ايه؟ اللي سمعتيه يا امه اللي سمعتيه دي زانية. الولد ده مش من صلبي عرفت دلوقتي. عشان كده جبتها هنا عشان تربيها يا علي. بص علي انت صحيح زي ما بيقول علي زانية وخاطية وموحلة اسمه في الطين. ابنك ده مجنون وما يتعاشرش. وعشانك دي رحت لواحد تاني البر عشان تعاشريه. انت اللي زيك اهلها ما ربوهاش لكن يربوها كلاب الزكك مش الاكابر. امشي اطلع برا غوري غور يا زانية يا نجسة يا قربة مقطوعة. امشي اطلع برا غوري غوري Yeah.
ليه سبتيهم يعملوا فيكي كده؟ كل ده بسببي. لما سافرت وعدتك ان انا هرجع تاني، بس كان لازم اخليك انت كمان توعديني ان انت تخلي بالك من نفسك. انت كمان غالية عندي اوي، مش انا الواحد اللي غالي عندك. فوي يا ليلى، فوي، ما تسيبنيش لوحدي، انا محتاج لك. انا وانت تعبنا في الدنيا دي جامد اوي، ما شفناش ولا يوم راحة. من حقنا دلوقتي ان احنا نرتاح، نرتاح لو ساعة واحدة بس نبقى مع بعض. اصحى وانا مش هسيبك تاني ابدا، هفضل طول عمري جنبك. ورحمة ابويا اللي عمل فيك كده مش هسيبه في حاله، حتى لو اخر يوم في عمري. بس انت امي. ده احنا اتشطفنا وغيرنا وكمان لبسنا جديد في جديد. فاضل ايه؟ فاضل اعمل لك المام. بص حبيبي خليك قاعد هنا، خليك هنا. اه كده اقف، اروح اشوف مين وبعدين اجي اعمل لك المام يا حبيبي. اوعى تقع. ايوه منى. كنت فين يا حبيبتي؟ ادخلي يا منى، ادخلي يا ضناي، ادخلي يا منى. ايه يا حبيبتي احكي لي، انت فين؟ ايه ده؟ وايه اللي انت لابسه ده؟ انا بهدلت قوي يا مصحر، الكلب اللي اسمه علي بقى واشترى فيا. معلش يا حبيبتي احكي لي، احكي لي كل حاجه. هحكي لك، بس الأول قولي لي معاكي فلوس لحد ما أسحب البنك؟ وده سؤال يا منى؟ ده أنا لحم اكتفي من خيرك أنت وأبوك، يا ألف رحمة ونور تنزل عليه. واللي أنت عايزاه ومحتاجاه موجود يا حبيبتي، موجود يا نور عيني. ثانية واحدة، ثانية واحدة يا دنان. هاكل الاكل ده كله، مش اكلتك دي يا وحش. تمام بابا خلاص، مش قادر. مش قادر ده ايه؟ اه يا عم، انت عشان رحت المستشفى وشفت حبيبه القلب شبعت. انا ليلى ببص لها بس بشبع. ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ انا هو متجوز ثلاثه ما اعرفش اقول حرفين من اللي انت بتقولهم دول. لو قلنا بابا صحيح، هو انت بتحب الثلاثه؟ الحب زرعه ربنا في القلوب، كل زرع ليها لونها وطعمها وريحتها، عشان كده تلاقيني بحب التلاتة. مين بتيجي على حساب مين، مين أكتر من مين، ما أقدرش أقولك. أنا براعي ربنا فيهم، وطالما هما مبسوطين يبقى خير. غريب أنت يا بابا. أنت بقى ناوي على أنهي زرع فيهم، ليلى ولا تولين؟ الاتنين غير بعض خالص. تولين محتاجة لي أكتر ما أنا محتاج لها بكتير، بس طول الوقت كانت بتحاول تساعدني وتقف جنبي. زمان كنت بساعدها عشان أطلعها من السجن اللي هي فيه،
دلوقتي بسعيد عشان ترجع لقلها. انما ليلى بقى دي الست الوحيده اللي غيرت لي حياتي. دي الست الوحيده اللي خلتني ما اكملش في اللي انا فيه. كنت دايما بتكلم معاها وانا مرتاح مش حامل هم اي حاجه ابدا. عارف يا بابو لما شفتها في المستشفى حسيت ان حياتي كلها انتهت، كل حاجه راحت ومش ترجع لي تاني. اول ما فتحت عينيها وبصت لي حسيت ان روحي رجعت لي وانا هرجع اعيش تاني من جديد. خد يا وحش. حبي على يدك يما تسامحيني. ما تدوش امك. واسمع، انا رميت مرتك بره ونظفت البيت من نجاستها وعفيت يدي عن دمها. اما انت اطلع بره، مش عايز اشوفك هنا تاني. اخرج بره. امك ماتت، امك ماتت، وجنة ربنا اتحرم عليك. الو. ايوه. ايه؟ شوقي كان عند نوح. انا كنت متاكد انه هو ورا ده كله. اسمع، خليه تحت عينك وتبلغني بتحركاته كلها، فاهم؟ تصور اللي جرى لي هناك يا عمر. انا كنت بموت في كل لحظه. دول مش بني ادمين، دول وحوش، ناس مقرفه. ريحتهم وشكلهم وصوتهم، والله العظيم انا كنت بحس ان انا في كابوس. كابوس وهموت اصحى منه. شيء بشع. سابوكي ازاي؟ بعد ما الواط مضاني على كل حاجة، أمي وجد قالت لي كلمتين خايبين. قالت لي كفاية كده اللي حصل فيكي يا حبيبتي، مش عايزة يحصل فيكي أكتر من كده، بتحس قوي. لا فيها الخير. أنا اتذليت يا عمي، اتذليت قوي. حتى ابويا ما شفتوش قبل ما يموت. ما قدرتش افنته. منى حبيبي مين شافه؟ انت عارفه هو جه من السفر على الدفن على طول. ربنا يرحمه بقى. معلش يا حبيبتي استحملي. حلو الوقت يا علي. انا ابويا انا مرتشي وعليه وقائع فساد؟ ابويا انا يا انكل بعد العمر ده كله اللي قضاه في خدمه البلد؟ لا يا منى، علي ملوش يد في دي. هو فعلا طلع نادل وخسيس وبيعك اللي وراكي واللي قدامك، بس حكايه ابوكي دي بقى اتمسكت بالارقام والمستندات. يعني ايه؟ بابي ايه؟ حرام حرام يا حبيبتي. كلنا بنغلط يا ماما. ابوكي بقى مشكلته انه غلط ومعرفش يظبط نفسه. موضوع المرض والعاية والسفر خلاه ما يعرفش يظبط أوضاعه. طب وأنا كده إيه؟ واللي عالي أخده مني؟ ما تسيبنيش يا أنكل، من فضلك ما تسيبنيش، أنا ماليش أي حد غيرك. طبعا حبيبتي طبعا. معقول أسيبك؟ أنت بتتكلمي إزاي؟ ده أنا قربيك يا مين. بس احنا يا منى لازم نتفق. يعني انا بفكر كده واقول حتى لو رجعت لك اللي خده منك علي دوت،
هيتاخد منك تاني، لانه لا بتاعك ولا بتاعه، ده حق البلد اللي ابوك خده. يلا بقى علشان ما يتعذبش في طريقته. طب وشغلي؟ ده اخد مني الشير بتاعي اللي في المحطه والفيلا اللي حجزوا عليها. كلمي شركائك فهميهم اللي حصل واتفقوا. اما موضوع الفيلا ده بقى يا ستي، انا هكلم الكسب غير المشروع، اقول لهم ان خليف كان عنده الفيلا دي من زمان، من قبل ما ثروته تتضخم. ايه رايك؟ مبسوطه؟ بس انا خايفه يتعرض لي. وانا موجود يا منى، ما تخافيش يا حبيبتي خالص. روحي البيت واستريحي، وانا من ناحيتي هكلم الداخليه يرجعوا الحراسه تاني. اوكي؟ حاضر يا انكل، ميرسي اوي. تكلميني يا حبيبتي، ها؟ تعوزي اي حاجة تكلميني. مع السلامة. عامل ايه يا حبيبي؟ بتذاكر كويس؟ طب شاطر. لا انا تمام، انا كويس، ما تقلقش. كلها كام يوم وهتلاقيني عندك. المهم انت خلي بالك من نفسك. يلا سلام. وانا كمان. ايه يا جيم؟ مالك؟ مش عارف اشرف، تعبان قوي من ساعة ما رجعت. أول مرة أحس بالتعب ده. طب قمت ليه؟ استريح ونكمل في اي وقت تاني. لا لا تمام. قولي بقى اللي حصل ليلى ده حصل ليه؟ ليلى هددت زيتون بالكلام اللي الواد السفرجي قاله لزين، بان زيتون هو اللي قتل ناصر نوار. وبعدين الواد السفرجي لقوه مشنوق، وفي نفس الليله ليلى وزين اتعرضوا للقتل. طب وزين فين بقى دلوقتي؟ زين مكسوف يكلمك بعد الكلام اللي اتكتب في الجرايد. انا ما قريتش جرايد، مكتوب فيها ايه؟ بيقول يا سيدي ان في علاقه بين رئيس النيابه السابق والمذيعه المشهوره، وشويه كلام فارغ كده ملوش لازمه. وزين يعني متخيل ان انا ممكن اصدق كلام الهايف ده؟ كلمه اشرف، كلمه خليه يجي. يا ابن الكلب، ده كلام خطير. انت ما سالتهاش حد ممكن يكون اتصل بيها ويهددها بعد ما مريضها اختفى؟ سالتها طبعا، بس ما فيش حد كلمها. واضح ان هم اكتفوا بنقلها من القاهره، ما حبوش يعملوا شنشره يعني. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ الكلام اللي حنان قالته لاشرف
على الكلام اللي الراجل اللبناني قاله لك مع المستندات دي يبقى خلاص القضيه اكتملت. دي بلاوي مش مستندات. بقول لك ايه يا البير، انت لازم تفتح الايميلات دي بسرعه. ما تخافش، حتى لو عندهم فاير وول هفتحه لك. ايوه بس خلي بالك ان هم بيغيروها كل شويه عشان التمويه. انا ما عنديش اي مشكله. لا في مشكلتين كمان. الناس دي منظمه مافيا، عمولات وتحويلات بنكيه بارقام فلكيه قصاد كل اسم، وكل ده بيصب قصاد ملف دفن النفايات. ده كلام ايميل وحنان. المصيبه بقى ان رضا بيقول كل ده بيحصل في مصر كمان. تمام. المشكله الاولى لازم نعرف مين دراع المهدي، مين اللي ماسك الحكايه كلها. الليسته ما فيهاش ولا اسم واحد مصري. المشكله الثانيه عايز اعرف ايه علاقه ده بالجهاز اللي كنت شغال فيه. مش عايز اكون زي اللي بيدور على حته سلاح وفجاه بيلاقي ترسانه سلاح ضربت في وشه. يا جماعه تعالوا نمسك الموضوع من الاول. لو هنمسكه من الاول لازم نعرف رضا اختفى ازاي. رضا كان شغال على ملف ممكن ياذي واحد من الناس دول. مش هنقدر نعرف الحد ده غير لما نوصل للدايره القريبه اللي كان بيتعامل معاها رضا قبل اختفائه مباشره. اكتر بقى واحد مقلق في الدايره دي كلها هو نصر نوار. وزيتون بيقتل نوار. بس ده ليه علاقه نسائيه مالهاش صله بملف النفايات ده. وليه ما تقولش العكس؟ ممكن يكون نوار عمل معاهم غلط فقتلوه وقالوا الموضوع علاقه نسائيه عشان يهجوا الراي العام. قصدك زيتون هو السبب؟ او يبقى هو دراع اليمين للمهدي؟ ممكن وممكن لا. هنعرف ازاي؟ مش هنعرف اي حاجه غير لما نوصل الملف اللي كتبه رضا. يا جماعه المشكله ان لا ربا ولا حنان يعرفوا اي حاجه عن الملف ده. طب يا ربا ما قالتلكش بيشيل الشغل المهم فين؟ كان عنده خزنه، دولاب سر مثلا في البيت. مالك يا جمال؟ مفيش، انا تمام. يا جمال انت تعبان من الصبح. لا لا في ايه؟ تمام تمام. ايه ده يا ابني؟ انت تعبان قوي، لازم نجيب لك دكتور. على فكرة أنا عندي دكتور صاحبي، ممكن أتصل بيه يجي بسرعة. لا يا جماعة، أنا تمام ما تقلقوش. طب إحنا هنسيبك تستريح، وأنا لما أخلص أكلمك. يلا يا جدعان. عايز حاجة طيب؟ تمام يا ماشي. ياسين. استنى أنا عايزك. بنفسك كبير. اوبا قعدوا مع بعض قد ايه؟ كملوش 10 دقايق وسابها وقال. وبعدين؟ قامت تتحرك لوحدها لغايه ما زهقت. وهي فين دلوقتي؟ لسه راجعه كبير. خالدة معايا شويه. اوامر كبير. المفاتيح دي بتاعت رضا حلمي، محدش يعرف ان هي معايا. اخته نفسها ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده. التلات حروف دول احتمالي واسم بنك. الكلام ده لو حصل يبقى جوه البنك دي خزنه فيها الملف اللي احنا بندور عليه. احتمال وارد طبعا، بس انت ليه ما قلتش على المفاتيح دي من بدري؟ عشان ما كانتش معايا. جمال هتجاوبني بصراحة لو قلت لك المفاتيح دي جات لك ازاي؟ اوتيل ومكان مفتوح وناس رايحة جاية زي ما طلبت بالظبط. بس عايزك تفهم يا رضا حاجة، احنا لو حبينا نأذيك هنعملها في أي حتة وفي أي مكان. لو سمحت من غير تهديد، عشان لو دي طريقة الكلام أنا هضطر أنصحك. انت جاي هنا علشان تسمع وبس.
اسمع رضا، انت صحفي شاطر وكويس وليك اسمك، انا شخصيا مبسوط منك جدا، بس اللي انت بتدور عليه ده هيأذيك وهيضر ناس تانية كتير مهمة في البلد. ناس زي مين؟ قال لك اسمع وبس، انت بتحب البلد دي زي ما احنا بنحبها بالظبط، بس كل واحد بيحبها بطريقته، ما تخليش الطرق تتقاطع ومشي الدنيا يا رضا. انت عندك اولاد يا استاذ؟ يعني لو عندك اولاد وشفت اطفال في سن اولادك السرطان بينهشهم واهاليهم واقفين عاجزين مفيش حاجه يعملوها غير انهم يستنوا الموت، كنت هتعرف ساعتها ان حب للبلد دي مش ممكن يتقاطع مع اي طريق تاني، والعكس كنت هتلاقي نفسك بتساعدني عشان نقضي على المأساة دي سوا. شوف يا رضا، أنا عارف ومتأكد إن تحت إيدك ملفات فساد تانية كتير لناس برضو كبار في البلد ومهمين، اشتغل عليها وإحنا هنمدك بمصادر صحفية كتير قوي يتمنوها. وأبقى صحفي النظام، أخد الأوردر الصبح في التليفون، اكشف ده وافضح ده وهو كله بحسابه. ها؟ مظبوط، الفرصة دي في مليون واحد يتمناها غيرك. فكر يا رضا، فكر تكسبنا بدل ما تخسر روحك. مع السلامة. دي كانت أول مرة أقابل فيها رضا، يوميها حسيت من طريقته وطريقة أبو العزم إن هو مش هينفذ ولا كلمة من اللي قالها له. متعرفش التهديد ده كان مين وراه؟ ما كانت شغلتي، أنا كنت بنفذه بس، حتى بعد ما طلب مني إني إن أقبض عليه وأسلمه للجهاز. واختفى رضا من بعد. فجأة لقيت نفسي باخد المفاتيح دي، مش عارف خدتها ازاي وليه، بس حاجة جوايا قالت لي خد المفاتيح دي اكيد هتنفعك. زي ما ساعدتهم ان انا ضايع حقه، حسيت ان هيجي يوم هرجع له حقه تاني. احساس غريب قوي يا زين، الحاجة وعكسها في نفس الوقت بيحصلوا من غير ما تفهم ده بيحصل ليه. جمال، ممكن كلمتين بس؟ واخدني ورايح فين على جرح جديد ولا التنهيد ولا عالفرح موال عالبيت؟ الله، امال فين الحراسة اللي معاك؟ الحراسة اترفعت يا زيتون. انت مين؟ ما تستعجلش على رزقك. مش صحيك، قلت عندك شغل كتير النهارده، سيبك تستريح. اه
أنا فاكرك ظابط جمال الجبالي بتاع الكنيسة. الله ينور عليك. الكنيسة وغيرها وغيرها. ما أنا ملف تقيل. بس مش هتقل من ملفك يا زيتون. أنت جبت الورق ده منين؟ الله. ما تبقاش غبي بقى. أنت اللي قتلت المهدي. وأقتلك وراه. ليه يا جمال؟ اديني سبب واحد اخليك تعيش عشانه. اللي انا استلمتها كده، اللي انت عرفته ده طول الوقت بيحصل، اللي قبلي عملوه واللي هيجوا بعدي برضه هيعملوه. بكل بساطة كده بتدفنوا السم والمرض للناس تحت الأرض. ما كفكوش ان انتوا سرقتوا منهم النهاردة، عايزين تسرقوا منهم بكرة كمان. وانت بقى المحامي بتاع الناس. الناس مالها يا جمال؟ امال مال مين؟ مال مين يا زيتون؟ مال السلطة. البلد احنا في دولة لازم لها نظام واستقرار. اوامر تتمنع واخبار تتحجب، وانت ما تقدرش تعمل حاجة غير انك تنفذ وانت ساكت. سياسة لو حصل اي غلط محدش يسأل، لان محدش واخد باله انه يسأل اصلا. ولو حد سأل مش مستني يسمع اجابات، لانه طول الوقت بيسمع كده. من كتر ما الناس زهقت من كذبكم حسوا ان خلاص مفيش صدق مفيش حق، نسيوا يعني ايه عدل ربنا يا زيتون. لو هتتكلم عن العدل ما تلبسنيش الموضوع لوحدي. معلش انت اللي جيت لوحدك تحت رجليا. يا جمال افهم، احنا مش شياطين زي ما انت فاهم، احنا بني ادمين زيكم، وساعات ضميرنا برضه بيتعبنا، بس احنا ما نقدرش، لازم ناخد قرارات حاسمة وفي أقل وقت. على حساب مين؟ على حساب الناس؟ الله يخرب بيت الناس. يعني أنت فاكر لو قتلتني دلوقتي الناس اللي أنت بتتكلم عنهم دول هيعيشوا في جنة؟ لا يا جمال، هيعيشوا في خراب ودمار وفوضى. معلش بس برضه هنحاول نعدلها يا زيتون. جمال استنى يا جمال. احفر. احفر ايه؟ احفر. مش عارف هتستفيد ايه من كل ده. حاجة واحدة عايز اعرفها منك، الجهاز السري اللي انا كنت شغال فيه ليه وازاي؟ يا جمال افهم، النفايات دي ارباحها مهولة، الارباح دي بتتوزع بالليستة، كل يوم الليستة بتكبر، اسماء بتزيد والارباح بتزيد برضه العيون بتزيد. كان لازم يبقى فيه جهاز علشان يحمينا. الجهاز اتعمل في الأول علشان الحماية بس، وبعد كده اتطور زي ما كل حاجة بتتطور. أي أمر بيتطلب تدخل غير رسمي كنا بنلجأ لكم يا حضرة الضابط، ومشت الحكاية على كده وبقى أمر واقع. أبو عفر كمان بلاش تعمل اللي بتفكر فيه. طب اديني حقي الاول. حقك؟ هو انت لسه ليك حق؟ قدم الورق اللي معدى كله للنيابه وهما يحكموني. القانون في بلدنا بيجي عند اللي زيك وكل حاجه تقف وتتلخبط، الميزان فجاه بيطب، والظلم بعين العداله، والعداله العامه هي اللي بتفتح. المظلوم دي حقه والظالم يطلع برا. طب حاكمني انت، انا واثق فيك، انا قلت لك كل حاجه اهو. ما انا حكمت خلاص. انا اصدرت حكم عليك، حكم واجب النفاذ، لا في نقض ولا في استئناف، حكم بالاعدام يا زيتون. جمال أنا حكمت البلد دي 30 سنة.
اعزمك النبي سيب المدعوة اللي في ايدك ده واشرب كوباية الشاي تروق دمك. مش عايز شاي، انا اشرب اللي انا عايزه واعمل اللي عايزه. خش جوه. انت ايه اللي عاجبك فيا؟ ايه اللي خليك تذلي نفسك معايا؟ اطلعي بره، اطلعي بره. ليه؟ ليه يا سيال؟ مش عايز اشوف وشك هنا في البيت تاني، اطلعي بره. حرام عليك، انا سبت الدنيا كلها عشانك، عاندت اخويا. ليه بتفرط فيا بالسهل؟ ده انا شارياك، حرام عليك. في ايه؟ انت علي ميري؟ ايوه انا علي الميري. هتقوم سيبيني، انا همشي لوحدي. سيبني، سيبيني، همشي لوحدي. تمام يا جمال. بوبو خلص كل الاجراءات، احنا هنتحرك دلوقتي على طول. بس برضه مش عايز تقولي انت فين. خلي بالك من نفسك. مع السلامة. إن شاء الله يا أستاذة، ولا أنت ما زهقتيش من القعدة هنا؟ لا يا بابو، كفاية قوي كده. تحبي أجيب لك كرسي لحد العربية تحت؟ لا يا بابو، أنا عايزة أمشي تاني. طب على مهلك، واحدة واحدة. أنا كنت بس عايز أريحك. تريحني لو تقول لي جمال فين؟ جمال ما ينفعش يبقى مأمني أمانة وأخونه فيها. أمانة؟ هو محضر لك مفاجأة وبيظبطها دلوقتي، ولازم تشوفيها بعينيكي. مفاجأة؟ مفاجأة. يلا يا عروسة، العريس مستنيكي. عريس؟ أول عروسة في الدنيا ما تبقاش عارفة إن الولاد فرحة. أنت مجنون؟ أنت اللي جننتيني. ما قلتليش ليه؟ تحميد ربنا، مش كفاية واخدة بالجبس. أول مرة أحس إن أنا فرحانة قد كده يا جميل، وأنا مراتك وبقولها قدام كل الناس. بس أرجوك أرجوك خلي فرحتنا تكمل. كل واحد فينا عنده أسراره اللي طول الوقت بيخبيها تحت الأرض، بيخبيها بعيد عن الناس عشان يقدر يعيش وسطيهم، يقدر يتكلم ويضحك ويتعامل. كل ما كترت أسرارك، كل ما قدورك في الأرض زادت وتشعبت ولفت حبل مرعب حواليك، عمرك ما تحس بيه إلا لو قررت تطلع فوق. ساعتها بتعيش العذاب بين دنيتين، دنيا فوق الأرض
الناس فيها شافتك مكشوف ومتعري، عرفوا عنك كل حاجة، ودنيا تحتها رفضة طلوعك لأنك بقيت واحد منها. ساعتها بتسأل نفسك سؤال، اللي عاش عمره تحت الأرض يقدر يعيش فوقها؟ يمكن آه ويمكن لا. لو لقيت صاحب يصدقك ويساعدك تقدر، لو لقيت حضن يطمنك ويخاف عليك تقدر، بس بشرط تحكي له كل اللي دريته تحت الأرض عشان تبقى معاه بني آدم جديد، بني آدم يستحق يعيش فوق الأرض. Thank you.
خلي بالك يا بابا، واكد على الرجاله ما يجوش بعد كل ده ويضربوني في دماغي. تقلقش يا جيمي، انا جايب لك جوز عيلنا شنجيه ولا انطونيو بانديراس، عارف العيال اللي بتضرب بومب في المولد؟